ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق الله العظيم. ما شاء الله تبارك الله، صدق الله العظيم. الحضور الكريم، السلام الجمهوري المصري. ملتقانا البهيج، سأتحدث هنا عن الدكتورة حنان في عبارات وأعبر عنها بحروف موجزات، فقد كان عطاءها لنا مصدر نجاح وإيثارها لنا مكمن التفوق والفلاح، وصبرها علينا لتميزنا خير سلاح، حتى أصبح يشار إليها تقديرا بالبنان بعد أن جعلت تفوقنا هدف وعنوان، فهي جمعت الفكر والهمم وتجلت للمعالي والقمم. فوقفت العبارات عاجزة عن بلوغ شكرها، واعتذرت الكلمات عن الثناء لفضلها، وعزاؤنا أن لها من القدر في الفؤاد ما جادت به الكلمات والمداد. الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور حنان فهمي
وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. ما حبينا نتعبك دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على معلم الناس الأول ومخرجهم من الضلالة إلى الهدى، الذي جعل ربه رحمة للعالمين وأدبه بالخلق العظيم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم. الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أستاذة الدكتورة فاطمة عابد عميد الكلية وكيل كلية لشؤون تعليم الطلاب، أستاذة الدكتورة حنان إبراهيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور هلال سعد أبو الذهب أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة والمنسق العام لشؤون الطلاب الوافدين بجامعة القاهرة، السادة أعضاء هيئة التدريس، السادة رؤساء الأقسام الكرام، الدارسين والدارسات من طلاب الدراسات العليا، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طريق العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. ولا يتكبر أحد بعلمه، ولا يكتم أحد علمه عن غيره، فهو كالتصدق، فإن تصدق به فتح الله عليه من علمه، وإن كتمه حرمه الله العلم. الحضور الكريم، يشرفني ويسعدني أن أفتتح معكم فعاليات الملتقى الأول لطلاب الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان الانتماء والتعلم بين الشعوب العربية، ونرحب بأبنائنا الدارسين والدارسات بمرحلة الدكتوراه في رحاب كلية التمريض جامعة القاهرة منارة العلم والعلماء. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية وداعية المولى عز وجل أن يجعله عام خير ونجاح على الجميع، وأن يحقق كل منكم ما تصبو إليه أنفسكم من آمال وطموحات في ظل منافسة شريفة في طلب العلم والتفوق وتحقيق علاقات إنسانية وأخوية طيبة، وتنهلون من ربيع العلم من جهود وعقول الأساتذة الكرام. وتدرك كلية التمريض جامعة القاهرة أن التعليم هو الركيزة الأساسية لخلق جيل واعي وقادر على النهوض والتطور والابتكار وريادة الأعمال. وخطة تطوير التعليم في مصر 2030 استهدفت تغيير المنظومة بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مع عدم اقتصار دور الدارسين على أن يكونوا متلقين للمعلومات، بل يتحولوا إلى مستفيدين من نظام متكامل، حيث تتبع كلية التمريض أساليب للتدريس والتعلم وأنماط للتقويم تساعد على بناء الدارسين ليكونوا قادرين على التعليم النقدي والإبداع وإكسابهم المعلومات والمهارات التي تشكل بنيانهم الفكري وسلوكهم. ودائما تسعى كلية التمريض لتطوير برامجها ومناهجها التعليمية بناء على دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا جذب المزيد من الطلاب المصريين والوافدين. ولذا تم إعداد لائحة جديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتي تشتمل على برامج دراسية تتوافق مع المعايير الدولية AACN American Association of Nursing College. وفي هذا الملتقى سوف يتم تكريم الأوائل الطلاب من طلاب الدكتوراه ترم أول وثاني، الذين بذلوا الجهد والوقت في تحصيل العلم ليرتقوا إلى المراكز المتقدمة من بين زملائهم، وأيضا تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين لم يبخلوا
على الطلاب بكل ما هو جديد ومفيد من العلوم التمريضية بكافة التخصصات العلمية ليصبح الدارسين محملين بسلاح العلم والمعرفة، وأيضا كانوا على قدر كبير من المرونة والتسامح في التعامل مع الدارسين، ويعتبر هذا التكريم عرفان بالجميل وتقديم الشكر لما بذلوه من الجهد والعطاء والعلم النافع لإرثاء العملية التعليمية على أكمل وجه. وسوف نختم هذا الملتقى بكلمة علمية من الأستاذ الدكتور عبد الحميد عطية، أستاذ طب النساء والتوليد كلية الطب جامعة القاهرة، تحت عنوان تطبيقات الممارسة التمريضية القائمة على الأدلة. الحضور الكريم، بكل الحب والتقدير وباسمي واسم إدارة كلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس، أدعو الله أن يكلل جهد الجميع بالنجاح وأن تكون دراستكم بالكلية مثمرة وناجحة، ونتمنى لكم كل التوفيق والسداد والتقدم، ويوم سعيد على حضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. الحفل الكريم، نرحب بسعادة الأستاذ الدكتور حنان إبراهيم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونتشرف بكلمة ضافية من سعادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، سيادة العميرة الأستاذة الدكتورة فاطمة عالي، سيادة الوكيلة الأستاذة الدكتورة حنان فهمي وكيلة كلية شؤون دراسات العليا، أعضاء هيئة التدريس، رؤساء الأقسام العلمية، أساتذتنا الأفاضل، طلبة والطالبات، طالبات الدراسات العليا، أهلا بحضراتكم جميعا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد واليوبيل الذهبي لانتصارات الكورونا. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بأستاذة الدكتور هلال أبو الذهب المنسق العام لشؤون الطلاب والوافدين بجامعة القاهرة. يسعدنا ويشرفنا اليوم افتتاح الملتقى الأول لطلاب الدراسات العليا تحت عنوان الانتماء والتعليم بين الشعوب العربية، وإن شاء الله تكون فعالية موفقة، وزي ما نوهت الأستاذة الدكتورة حنان إن هيبقى في ندوة فيها الأستاذ الدكتور عبد الحميد هاشم، وأتمنى من أستاذ الحضور يكملوا معانا لآخر اليوم، وفعالية موفقة إن شاء الله. شكرا. الكلمة الآن لسعادة الأستاذ الدكتور فاطمة عابد علي كلية التمريض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة حنان فهمي وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذة الدكتورة هلال أبو الذهب أستاذ كلية العلوم والمنسق العام لشؤون الطلاب الوافدين بجامعة القاهرة، السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، أساتذتي وزملائي، السادة الطلاب من مرحلة الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. هيسعدني يعني فعلا، أنا عايز أقول أنا فرحانة جدا جدا، مبسوطة جدا إن أنا موجودة النهاردة في افتتاح الملتقى الأول لطلاب الدراسات العليا، الانتماء والتعلم بين الشعوب العربية. والحقيقة هذا الملتقى كان بدعوة وفكرة وتخطيط وتنظيم من الأستاذة الدكتورة حنان فهمي وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، واللجنة المنظمة من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا. فعلاً بشكركم جداً جداً على هذا الملتقى وهذه الفكرة اللي فعلاً بجد أنا بشوفها، يعني أعتقد إنها يا دكتور هلال الأولى في كليات جامعة القاهرة المغاربة في جميع الكليات.
ففعلا بشكر حضرتك دكتور حنان، والحياة في هذا الصدد انا حابه يعني اتوجه لطلاب دراسات العليا بالتهنئه بالنجاح بالتفوق، بقول لكم الف الف مبروك نجاحكم وتفوقكم، ويا رب دايما في التقدم. والحقيقه زي ما انا ببارك لكم بالنجاح والتفوق، انا كمان بشكر الساده اعضاء هيئه التدريس الاساتذه اللي تعبوا وبذلوا من الجهد الف فينا مع حضراتكم، علشان برضه حضراتكم توصلوا ان احنا يبقى فيه النهارده منطقة اسمه منطقة طلاب الدراسات العليا، وان احنا بنكرم فيه الطلاب وبنكرم فيه الاسد. واسمحوا لي اوجه يعني كلمه للطلاب الوافدين الحقيقه، يعني عايز اقول فيما يخص الطلاب الوافدين ان احنا عندنا اهتمام الطلاب الوافدين الحقيقه ياتي على راس اولويات الجامعات المصريه ضمن توجهات استراتيجيه مصر 2030 اللي تندرج تحت مظله مبادره ادرس في مصر اللي اطلقتها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. عايز اقول كمان لحضراتكم ان جامعه القاهره الحقيقه بتشهد نقله نوعيه من خلال استحداث عدد كبير من البرامج التعليميه بالتعاون مع خبرات الجامعات العالميه على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. والحقيقه ده شفناه امبارح واحنا في مجلس الجامعه في الفرع الدولي في جامعه القاهره. فعلا حاجه طلعوا للفرع. والحقيقه كل ده بيتعمل ليه؟ اكيد طبعا علشان يبقى في ارتقاء بمستوى العلم والتعليم ومستوى التدريب وايضا لجذب الطلاب الوافدين. ايضا كليه التمريض جامعه القاهره كان لها صف في انشاء مكتب رعايه الطلاب الوافدين. وجهود كثيره الحقيقه من الجامعه والكليه للارتقاء بالعمليه التعليميه وجذب الطلاب الوافدين. حضراتكم كليه التمريض جامعه القاهره فيها ما يقرب من 1000 طالب في مرحله البكالوريوس. فاكيد ده عدد مش قليل. والحقيقه ما بيجيش من فراغ، اكيد بيجي لان في اداره بتشتغل، في اداره ليها استراتيجيه معينه، في اداره ليها اليه معينه ازاي بتتعامل مع الطالب الوافد، ازاي بتشوف ظروفه، ازاي بتحط له خطه تتعامل مع كل اي تحديات بتقابله، فاكيد ده ما جاش من فراغ. كليه التمويل جامعه القاهره بتعمل على توفير كل سبل الدعم والرعايه للطلاب الوافدين. وبقول لجميع طلاب الدراسات العليا اهلا ومرحبا بكم وبالتوفيق دايما، وبقول للطلاب الوافدين اهلا بحضراتكم جميعا في مكانتكم التاني، ويا رب دايما موفقين واحنا موجودين لاي عدد اتفضلوا يعني في اي وقت. الكلمه الان لسعاده الاستاذ الدكتور هلال ابو الذهب المنسق العام لشؤون طلاب الوافدين بجامعه القاهره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سعاده الدكتوره فاطمه عابد عميد الكليه ووكيل كليه شؤون التعليم والطلاب، سعاده الدكتوره حنان الفهمي وكيل كليه شؤون التربيه والبحوث، سعاده الدكتوره حنان ابراهيم وكيل كليه شؤون خدمه المجتمع والتنميه البيئيه، زملائي واساتذتي الشرفين النهارده من اعضاء التدريس، ابنائي وبنات الطلاب، طلاب الدراسات العليا في كليه التربيه. صباح الخير عليكم جميعا، وشرفتونا النهارده بوجودكم، وشكرا على الدعوه الكريمه للدكتوره حنان ان انا اكون معاكم النهارده. طبعا احنا بنتكلم في حنان صرح كبير جدا، صرح كليه التربيه داخل جامعه القاهره. جامعه القاهره جامعه قوم، جامعه العظيمه. جامعه القاهره الحمد لله الجامعة الأولى على مستوى مصر كلها وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى أفريقيا. النهارده احنا جامعة القاهرة ليس لها منافس في داخل الجمهورية العربية المصرية. الحمد لله احنا واخدين ترتيب عالي جدا في جميع التصنيفات وفي تخصصات عندنا من الخمسة الأوائل على مستوى العالم كله. في بعض التخصصات الأولى في جامعة القاهرة. بالرغم من جامعة القاهرة على فتح الفرع الدولي، الفرع الدولي فرع متميز فيه حوالي 18 برنامج كلها برامج وليس درجات بيوت ولكن برامج متميزه لدرجات مزدوجه بالتعاون مع جامعات على اعلى مستوى ايضا في الترتيب العالمي. جامعه القاهره دائما حريصه على انها تستقطب الطلاب بكافه جنسياتهم. الحمد لله جامعه القاهره عندنا اكثر من 120 جنسيه داخل جامعه القاهره. يعني احنا عندنا امور في جامعه القاهره. احنا نجحنا فيما تشهد فيه الاحصاء، احنا عندنا وحده عربيه. الوحده العربيه اللي انا عندي جميع الدول العربيه موجوده عندي داخل جامعه القاهره.
احنا عندنا 20,000 طالب بس في الجامعة يعني جميع عرفت هذه الجامعة الحمد لله من جميع الجنسيات يعني كل ما تتكلم الجنسيات موجودة في الجامعة لأن الجامعة حريصة على حريصة على التعليم التعليم بأسلوب محترم وتطور ذات في العملية التعليمية أيضا حريصين على معاملة الطلاب معاملة أدبية والطالب يتخرج من عندنا وتخريج متميز والحمد لله أي واحد يتخرج من جامعة القاهرة يعتبر فريق متميز ويتم قبوله في جميع المحافل والتوازن. دايما بنهتم بالطلاب الوافدين دي، طالب الوافد دوت بيكون سفير لمصر في بلد. يعني بنتكلم كده عن الانتماء، يعني ايه انتماء؟ الانتماء هو الحب. ممكن انتمي لواحد زميلي مش بحبه محترم، ممكن انتمي للمكان اللي انا عايش فيه. انا شخصيا بنتمي لبلد. وقبل بلد بنتمي لجامعة القاهرة، وبنتمي لكليتي، وبنتمي لقسمي، وبنتمي لزمايلي. كل ده من الانتماء، النقطة الموجود داخل جامعة القاهرة أنت بتنتمي وبتحب جامعة القاهرة وبتحب كلية التمريض لأن أنت بتنتمي لما تروح بلدك أنت خير سفير لجامعة القاهرة والمصر كلها. فده اللي يهمنا الموضوع مش موضوع فلوس بس الموضوع إن أنت هتروح سفير لجامعة القاهرة تكون الصورة صورة جيدة. النقطة الحافظة على الأخلاق إزاي نتعامل مع أساتذتنا؟ إزاي نتعامل مع زملائنا؟ ده من منا يعني النهارده لما بتكلم على ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فبالتالي ده نحن نحافظ عليه جدا النهارده اي حد بيتعدى حدود الله للجامعه احنا بنتفاعل بنقول مع السلامه مش محتاجين التوفيق ان اي عضو غير ملتزم يشوف جامعه ثانيه ويشوف كليه ثانيه بتعملها لان احنا مش هنقدر نكون عارفين عليها احنا عارفين على الطلاب المتميزين المتفوقين المحترمين الذين يحافظوا على الاخلاق والقيم والمبادئ داخل الجامعه. جامعه القاهره بتفتح ذراعيها لجميع الطلاب وليس عندنا تكدس بالعكس احنا عندنا اماكن لجميع الطلاب على المستوى العالم كله. جامعه القاهره لا تفرق بين طالب وافد وطالب مصري. الطالب الوافد له جميع الحقوق جميع حقوق الطالب المصري من ناحيه الانشطه بكافه اشكالها التامين الصحي التعليم كل شيء. اي طالب عنده مشكله سواء خارج مصر او وافد بيجينا احنا بنحل له المشكله فورا مفيش اي تاخير يعني بشكر اداره الكليه جدا اداره الكليه متعاونه جدا في حل مشاكل الطلاب الوافدين يعني اي مشكله بتجيلي انا بتصل باداره الكليه بصراحه محدش بيتاخر ابدا انه يحل المشكله فورا فدي من المميزات المهمه جدا ان انت عارف ان انت وراك حمايه وراك ظهر يعني سند عليك ان الكليه بتاعتك هتحترمك والكليه بتاعتك هتسندك كذلك الجامعة واقفة ظهرك وبتسندك وبتحميك. فاحنا طبعا بنرحب بيكم في داخل جامعة القاهرة ونرحب بيكم في مصر وبلدكم التاني تعيشوا في حرية وتستمتعوا بوقتكم وتتفوقوا وترجعوا بلدكم ان شاء الله متفوقين وتكونوا خير شكراء لمصر في بلدكم. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لحضرتك يا نشكر حضرتك جزيل الشكر ان الله قدم لحضرتك الاداره الكليه وهذا عمل التسليم مع عبارات مثيرة وحروف يانعة امتطت فيها صفوة جواد الفخر وتسامت نحو بضاءات شاسعة من الاحترام مع كلمة ضافية نيابة عن أعضاء هيئة التدريس تلقيها الفاضلة الأستاذ الدكتور سيدة عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم السادة الحضور أعذروني في الأول بس عشان أنا شعرت كنت بقف على الستيج وأنا أقف شوية أقول اعتذاري السادة الحضور بالإنابة عن نفسي وعن زميلاتي وزملائي أتوكل بالشكر
الأستاذة الدكتورة فاطمة علي عميد الكلية، الأستاذة الدكتورة حنان فهمي وكيل الكلية لدراسات البحر والبحور، الأستاذة الدكتور حنان فهمي وكيل الكلية شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. بدعوتي لحضور هذا اللقاء العلمي للطلاب والتسلل العلمي، أنا بصراحة يعني الدكتورة حنان لما لقيتني كانت فاكرة أن أنا أعتذر، أنا أعتذر عن كل شيء إلا وجودي اليوم بصراحة. فعلا يشرفني وجودي وسط الطلاب، وانهم كانوا بيتواجدوا وكانوا بيضحوا بوقتهم ومجهودهم، وكان الاوت كام بتاعهم يعني بصراحه مبهر. فانا بصراحه يعني كنت يعني اقول عايز اقول للدكتوره حنان من غير ما تدعيني انا كنت شايف، سواء كنت هقول كلمه او مش هقول، مجرد ان انا بشوف طالب واحد بس اللي كان مدرسهم بصراحه كان يسعدني كتير جدا 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 وجودي في وسطهم. أنا الدكتور سيد طبعاً خالص. أتوجه بالشكر كذلك لطلاب القائمين والمشاركين بتنظيم هذا اللقاء. الشكر موصول كذلك إن في دايما إحنا في دايما بنود مملوكة، أو زي ما نقول من ضمن الناس الإداريين الفنيين كانوا بيساعدونا في التواصل مع الطلاب عن طريق المنصات الإلكترونية، وكذلك عن طريق الالتقاء المباشر مع الطلاب. ده كله ساعدنا في فقد الصعاب وتسيير العملية التعليمية. ولكي نصل إلى هذا اليوم اللي هو الملتقى، زي ما ذكر الأستاذ الدكتور والأساتذة، إن فعلاً ده من أول الملتقيات مع طلاب الدراسات العليا، وده إذا نمع عن شيء ينمع عن الاحترام الزائد الموجود والسمات الجليلة الموجودة في الطلاب، لأن دائما الطالب هو اللي يطلب يعمل لقاء منظمة، ده معناه إن فيه فعلا الحمد لله وصلنا لشيء من الأهداف المنوطة بها اللي كنا عايزين إعداد كويسة، لأن دائما أقول إن البوست بتاعت الستادي إيز فور بيرسونال ديفلوبمنت، إنما واحد تبقى فور بيرسونال ديفلوبمنت. ولما يبقى عند الطالب بينه وبين ذاته ويوصل في الاخر لتنظيم هذا المقام، وده طبعا فخر لينا كلنا. كمان بيقول بذل كثير من الجهد والوقت في اعداد برامج الدراسات العليا سواء كانت ماجستير او دكتوراه على مدى سنين عديده من قبل القائمين على العمل الكليه من اعضاء هيئه التدريس والهيئه العامه الذين اتسموا بسمات جميله جدا، من اجملها تحمل المسؤولية وسعه الصدر. وفي معظم الاحيان كنا بنروح نناقش كتير ونجادل مع القائمين واللي بيعدوا الحقوق السكس ونقول لا ده ما ينفعش لا ده ينفع، لكن كانوا دايما يتقبلوا النقد ودايما كنا بنوصل في الاخر لهدف واحد مع بعض. كذلك العمل القائمين على العمل بالعليا مع اعضاء التدريس والهيئه المعاونه كمان في بذلك تحمل المسؤوليه وسعه الصدر، كان في البرامج دي كانت هادفه الى الاستمراريه وليست وقتيه، احنا ما كناش بنعمل البرنامج ده سواء ماجستير او دكتوراه ان يحقق هدف في سنه، بالعكس الاستمراريه قائمه في اعداد كوادر تمريضيه تتفاءل تضاهي كفاءه الكوادر العمليه. دايما نقول ان احنا قيمنا اي شيء على ان احنا نوصل للمستوى العالمي ايا كان رغم الظروف ورغم الامكانيات، لكن طالما في عقول مفكره وفي امكانيات واستعداد لطلب العلم يبقى ما فيش اي حواجز بيننا وبين الوصول للعالميه، لان تقديم الرعايه الصحيه الذي يستحقها المواطن المواطنين العرب في بلادنا الحبيبه تستحق كل القائد، والحق الطريقه في التوصل الى هذه هو العلم ثم العلم ثم العلم. لكن الهدف الاساسي من الدراسات العليا او حتى الامر الجريد السادس هو تخفيف العيب عن المريض، لان يعني زي ما دايما اقول مفيش حد بيختار مرضه ولا في حد في الدنيا يقدر في يوم من الايام ان يكون مريض. دايما دايما كل واحد فينا بيحب ان يكون في اهل الصحه على اهل القدر، لكن القدر انه ممكن يبقى مريض ففي نفس الوقت يبقى المفروض يكون بين ايدي امينه. دايما زي ما بقول ان الله سبحانه وتعالى الا من رب فهو يا رب، ودايما الضمير هو
والضمير والضمير نص العين طبعا إلى هو هذا يخلينا نوصل لهدف المهم. طبعا عشان نوصل لهدف ده مش بدون تحديات، في تحديات كتير تم واحدة في خلال التدريس. أول حاجة كنا دايما شفناها التدريس عبر منصات الإلكترونية. كنا دايما بندرس الدراسات العليا الوقت للوقت، كنا بنلاقي في صعاب كتيرة جدا وحتى بينا وبين التدريسين. لكن وكنا دايما نسأل كيف نصل إلى التواصل الفعال عبر المنصات الإلكترونية؟ واحنا ساعات كتير قوي كانت الفيس تو فيس كوميونيكيشن كان بيبقى فيها صعوبة. ففعلا الحمد لله ده تطور تعديل كتير في كيفية وطريقة التدريس للوصول للهدف، وده كان فعلا جهد فعلا مقدر من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمعلمين والفنيين والكليين. فده في البداية ده أخذ عليكم سر، كنا دايما على طول كان غير متوقع لو حدث سواء ما وصلنا إليه. إحنا قلنا هندرس وهنقوم بتاعها على آخر الوقت ونحاول التواصل مع الطلاب ونحاول نوصل يعني وصلوا الأقل لما فيها لهدف ما، لكن كانت النتيجة طبعا تفاعل بها كلنا إنها كانت فعلا ذات إفادة. كذلك حضور الطلاب، طبعا كان في بعض الأحيان ومعظمها كان بيجي الطلاب يحضروا معانا بعد الوقت، وكانت ده فعلا طريقة فعالة جدا جدا لأن مهما كان التواصل عن طريق المنصات الإلكترونية لا تسميه التعامل مع الطالب وقت الوقت ونشوف الرياكشن بتاعه ونشوف الرياكشن بتاع التيشرز ونشوف الاتيتيودز ونشوف كل ده ونشوف الاوتكم. فكانت فعلا عملت تاني وسط الباب علينا احنا اعضاء هيئه التدريس وعلى الطلاب، وده طبعا خلانا لا نبخل بسنه واحده في التواجد في الكليه رغم اي شيء كان موجود، وده من ضمن التطبيقات اللي كانت من قبل اعضاء هيئه التدريس وكذلك من قبل الطلاب. كذلك الحضور والتواجد وقت الوقت ساعدنا كتير جدا في تبادل النقاش والخبرات العلميه والعمليه الوظيفيه. في حاجه ثانيه من ضمن التحديات اللي كنا برضه ساعات كتير بنسال بعضنا عنها الفيدباك. فانا كان ممكن يبقى عندي 10 او 20 طالب بسمع وبنشوف الفيدباك بتاعي وانا في ساعات كتير وبيبقى في صعوبه ان اعرف هل وصلت الهدف ولا لا. لكن في هذه الحاله وده يبدأ فعلا ان انا موتيفيشن كويسه جدا ان عن طريق النقاش البرزنتيشن سواء كانت انديفيدوال ولا جروب ساعد في الوصول الى الفيدباك. ايه اللي ساعدنا دايما دايما بيكون البوزيتيف فيدباك والموتيفيشن؟ التزام الطلاب تقديم النشاطات الفرديه والجماعيه، المشاركه بالنقاش على اساس الخبرات العمليه، كل ده نفع عنه مخرجات ايجابيه لكل من الطلاب واعضاء هيئه التدريس في التعاون في التبادل بين الباك جراوند اكسبيرينس، تخطي حاجز التواصل ايا كانت الاسباب، الاصرار والاختيار كان له رد فعل ايجابي على التحصيل، وزي ما دايما بنقول في مثلا اللغه زي ما بيقول نو بين وذو بين. كمان النتائج النهائيه اللي طلعت كانت فعلا مبشره جدا وكانت ايجابيه واشارت الى كيفيه ومدى استعاده الطلاب للمواد المدرسه. الذي امر العمليه التعليميه كذلك ان تسمى معظم الطلاب بالجد والالتزام والاحترام، رغم ان كل معظم الطلاب لهم خبرات اداريه ولهم مراكز في دولهم، ورغم من ذلك فكل واحد فيهم ملتزم وان واخد دور الطالب يستهيئ ويسمع عن التعليمات ويؤدي كل ما طلب منه في مواعيده على هذا الوقت. ودي كانت من ضمن الاشياء فعلا زي ما بقول ان تسميتها كلنا موتيفيشن للعمل وبذل اقصى جهودنا لمساعده كل فرد موجود معانا في السيشن سواء كان على الاونلاين او كان موجود في العلاقه المباشره. الخبره العلميه والاداريه زي ما قلت في معظم الطلاب كانت من ضمن العوامل واثار ايجابيه في التحصيل العلمي، لان لما يكون عندك طالب هو جاي محض غلط وعارف هو هيدرس ايه وهيدرس ليه وعنده هدف
الماسك بتاعه إيجابية أكثر من هنا، لأن في ضمير ملزم إن هو يحضر عشان ياخد درجة معينة أو درجة علمية. نحن نقول أحب أن أضيف شيء أقرب منها، إن مهم جدا لكل الطلاب أيا كان نص الدرجة الثانية إن الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه ليس ما يأخذ درجة بالدرجة الأعلى أو الزيادة المادية، بل هو أعظم من ذلك بكثير. الهدف من الحصول عليها إعداد توازن ذات كفاءة لتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة العالية تقديم الرعاية التمريضية السريرية المباشرة، المشاركة في تخطيط أو البروتوكول الكامل، التدريس وإعداد الطلاب، تحسين القواعد القانونية على الرعاية الصحية في أماكن العمل، المشاركة في إجراء الأبحاث العلمية التي تهدف إلى تحسين الرعاية التمريضية، عقد ورش عمل والندوات، المشاركة في المؤتمرات العلمية، إعداد المراجع العلمية من الكتب والمقالات. فمعنى أننا لما نأخذ بداية الحصول على درجة الدكتوراه هي بداية وليس نهاية، هي بداية العمل، ولا بد أن نكون لها وزن في الباب تعالى السلسة الموجودة. وأخيرا من نتائج هذه التجربة إلزام علينا جميعا الاستمرارية وبذل أقصى جهد رفع شأن لجنة التمريض وإعداد توابع ذات كفاءة تضاهي مثلاتها في العالم، مما يؤدي إلى رفع مستوى الحياة للمواطنين في دولنا الحبيبة على جميع المستويات البرايمري والسكندري والترش، حيث أن الرعاية والإهتمام بأي إنسان يجب أن تكون بنفس مستوى الجودة أيًا كان المكان أو محدودية الإمكانية. وأخيرًا أشكركم جميعًا لوجودكم في الدراسة في الكلية. أشكر حضرتك.